خروقات أمنية متكررة في محافظة ديالى ومحيطها، يراها مراقبون بأن الهدف منها عرقلة العملية الانتخابية المرتقبة من خلال أجندات معدة سلفا، بالإضافة إلى التغطية على عمليات الفساد التي استشرت هنا وهناك. مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة التي ستجري على الساحل العراقية، نجد أن هناك هناك أعمال إرهابية وأعمال إجرامية قتال المرشحين والناخبين، والهدف منها هو محاولة تعكير أجواء هذه الانتخابات، وبالتالي إشاعة روح اللا استقرار وروح العدوانية التي ممكن أن تسفر عن تشويه صورة الانتخابات المقبلة. الخروقات الأمنية في محافظة ديالى بدأت مبكرا مع اقتراب الانتخابات. الغاية من هذه الخروقات هي علّه يتم تأجيل الانتخابات إلى ما وقت أكثر أو وقت مفتوح أكثر للعبات سياسية يحاول السياسيين لعبتها خاصة في محافظة ديالى. فيما أكدت الإدارة المحلية في قضاء بعقوبة بأن الخروقات الأمنية الأخيرة تأتي لقمع الأصوات المطالبة بالحقوق والخدمات والمطالبة بثورة عشائرية ضد الفساد والإرهاب الذي نخر جسد الدولة. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائية.